لو قاعد في البيت او حتى بتشتغل وعايز تزود مصدر دخل ليك او حتى بتشتغل على الانترنت، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده. اخيرا وبعد انتظار طويل قوي، الفيسبوك عمل خاصية مهمة جدا جدا وهتدخل ربح مضمون وصافي بنسبة 55% من نسبة الدخل الإعلاني المدفوع لأي فيديو هتعمله، هتكريته من A to Z وهترفعه على الصفحة بتاعتك. لو عندك صفحة على فيسبوك ما تفرطش فيها، اشتغل عليها، اكتب مقالات عليها، اعمل فيديوهات، صور فيديوهات. لو انت بتعرفي تطبخي اعملي فيديوهات طبخ، حتى لو هتصوريها بالتليفون بتاعك وارفعيها على فيسبوك. لو انت بتعرف تغني، لو انت عندك موهبة في ان انت تضحك الناس او تعرف تمثل، لو انت بتعرف تدي كورسات في حاجة او تتكلم عن حاجة او تشرح حاجة، صور نفسك فيديو وارفعه على فيسبوك. حتى لو هتبتدوا بتليفوناتكو او بكاميرات، فيسبوك دلوقتي بيدي لك ربح من الفيديوهات ومن الاعلانات اللي بتنزل على الفيديوهات بتاعتك على فيسبوك. في فيديو النهارده انا هقول لك ازاي تفعل الطريقه دي وتجهز فيديوهاتك وصفحتك ان هي تدخل لك ربح شهري. في محاور الفيديو اللي هنتكلم فيها النهارده، اول حاجه لازم تحطها في بالك ان فيسبوك هيدخل لك اعلانات على صفحتك، على فيديوهاتك، مش على البيرسونال اكاونت او الحساب الشخصي ليك على فيسبوك. صفحتك اللي انت عاملها على فيسبوك بتعمل بيها اي نشاط ترفيهي او تجاري، حاول تفعلها الفتره دي، حاول تعمل عليها اعلانات، حاول تنزل عليها بوستات تفاعليه مع الناس. ليه؟ عشان لما تجهز المحتوى بتاعك فيديوهات وترفعه تلاقي فيه تفاعل، تلاقي فيه مشاهدات. قبل ما نروح سوا عشان نشوف ازاي هنجهز صفحتنا انها تستقبل الفواصل الاعلانيه جوه الفيديوهات، هقول لكم على كام نقطه مهمه جدا خلوا بالكم منها. النقطه الاولى، الفيسبوك يهمه كويس قوي كواليتي الصوره اللي انت هترفعها على صفحتك، فخلي بالك من الكواليتي، يعني ما تصورش بكواليتي ضايع، حاول تصور على قد ما تقدر بكواليتي اتش دي. النقطه الثانيه والمهمه جدا ولازم تخلي بالك منها، ان مده الفيديو ما تقلش عن 3 دقائق، يعني الفيديو بتاعك لو دقيقتين 59 ثانية الفيسبوك مش هيجهزه ان هو يستقبل فواصل اعلانية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا وعليها جدل كبير جدا، هي حقوق الملكية الفكرية. فيسبوك لما بيدخل يشوف اي فيديو بيدور على حاجتين، حقوق الملكية البصرية وحقوق الملكية السمعية. اولا الفيديو لازم يكون المحتوى بتاعك انت من A to Z، يعني انت اللي عامل المحتوى، انت اللي مصور، انت ظاهر بشخصك جوه الفيديو، او ناس انت معاك الحقوق ظهورهم عندك في فيديوهاتك انت، او ماضي معاهم ان هم يظهروا في فيديوهاتك انت، سواء ممثلين او رياضيين او شخصيات عامه. وكمان الكونتنت انت اللي مصوره متكفل بمصاريف انتاجه ورفعه على صفحه عندك على الفيسبوك. اطمن طول ما انت اللي مصور الفيديو وانت اللي موجود فيه. اما بالنسبه للحقوق السمعيه، عشان اوفر عليك اي مساءله او اي اجراء ممكن يتاخد ضدك وضد صفحتك، فيسبوك وفر مجموعه كبيره جدا من الموسيقى ومن المقاطع الصوتيه تقدر تستخدمها في فيديوهاتك، وهقول لك ازاي تروح لها دلوقتي في الشاشه هنا، وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن او اول كومنت. اول حاجه بنفتح صفحه براوزر، اي براوزر موجود عندنا، وبنكتب هنا كرييتور ستوديو، بيطلع لنا الكرييتور ستوديو بتاع الفيسبوك، وبنبص بنلاقي على الشمال هنا في ساوند كولكشن. بندخل على الساوند كولكشن هنلاقي تشكيله كبيره جدا ومكتبه كبيره جدا من الساوند تراكس والموسيقى والمؤثرات الصوتيه. هنا تراكس وهنا ساوند افكتس. بنيجي هنا على التراكس بنلاقي كل انواع التراكس هنا، لاتيني وجاز وروك وافريكان. وهنا المود نفسه بتاع المزيكا، يعني ممكن حاجه فيها صريخ، حاجه فيها سعاده، حاجه فيها رومانسيه. وهنا الديوريشن، مثلا عايزين التراك بتاعنا يبقى لمدة 30 ثانية او من 30 ثانية لدقيقة، ممكن من دقيقة لدقيقتين او اكتر من دقيقتين.
بالنسبة للفوكل عندنا هنا الفوكل برضو بنختار برضو التراك بتاعنا يبقى بيغني فيه راجل وست مع بعض او ست لوحدها او راجل لوحده او من غير فوكل خالص يبقى مزيكا بس. وبنيجي هنا بنشغل التراك وبنلاقي الارتست ونوع المزيكا والتيمب نفسه، يعني بتاع المزيكا التيمب نفسه سريع بطيء وسط، وهنا الديوريشن بتاع التراك. ومن هنا بندوس عليه السهم اللي باصص لتحت ده بيداونلود على طول التراك دايركت. دلوقتي تعالوا نروح نشوف ازاي هنفعل الفواصل الإعلانية على فيديوهاتنا. اول حاجة بنفتح اي براوزر عندنا سواء كان كروم او سفاري او فايرفوكس، وبنيجي هنا في السيرش نكتب earn money from your content on Facebook، ندوس عليه هيفتح لنا هنا earn money from your videos، نعمل check. اول ما نفتح تشيك هنلاقي الصفحة دي فتحت قدامنا Facebook for creators، وهنلاقي تحت earn money ad breaks. بعد كده هنلاقي earn money by inserting short ads into your qualifying videos، هندوس على start now. وهنا بنعمل تشيك على البيجز كلها اللي عندنا ونشوف هل هي متقبلة ده ولا لا. عندنا مثلا انا هنا في صفحات كتير قوي عندي على الشمال، وفي صفحات عندي شغاله دلوقتي او متقبل ان هي تجيب دخل. نيجي مثلا على صفحه زي صفحه عند بريسلت، هنلاقي مثلا الشروط قدامنا واضحه اهي، هنا اسم الصفحه وهنا بيقول الصفحه غير مؤهله لسه، واخر وقت الفيسبوك عمل تشيك على الصفحه دي كان بتاريخ 3 نوفمبر، والابديت بيحصل كل مثلا 3 ايام او كل 4 ايام. نيجي هنا في اول شرط من الشروط هو عدد الفولورز او متابعين الصفحة دي. زمان الفيسبوك كان عامل لك شرط يعني كبير شوية ان انت لازم يبقى على الصفحة بتاعتك عليها 10,000 فولور، دلوقتي لا هم سهلوا الاجراءات شوية بقت 1000 فولور. ده الشرط رقم واحد، والشرط ده اعتقد ان هو سهل جدا، وسهل جدا تجيب 1000 فولو يعني في اقل من يوم يعني. الشرط التاني احنا عندنا 3 اوبشنز ممكن نشتغل عليهم. اوبشن رقم واحد هو ان احنا في خلال فترة 60 يوم اي بوست عندنا يجيب 15,000 انجيجمنت، ودي سهل جدا ممكن نطلع كامبين على اي بوست عندنا لمدة اسبوع مثلا وهيجيب لنا ال 15,000 انجيجمنت. الاوبشن التاني او الخيار التاني ان عدد دقايق المشاهدات على الفيديوهات بتاعتنا اللي في الصفحة توصل ل 180,000 دقيقة مشاهدة، دي برضو ممكن بأي كامبين نعملها نجيب ال 180,000 دقيقة مشاهدة، بس لازم طبعا نرفع محتوى يستحسن يعني يبقى 4 5 فيديوهات كل فيديو لا يقل عن 10 دقايق. الأوبشن التالت وهو أوبشن الصراحة ممكن يبقى رخم شوية، بس الحقيقة ده يعني الفيسبوك كان معتمد اعتمادا رئيسي على الأوبشن التالت ده كشرط من الشروط الأساسية في تفعيل الصفحة، بس هو دلوقتي حاطط لك اوبشنز تانية الصراحة انا شايفها سهلة جدا. نرجع للاوبشن 3 اللي هو لازم نجيب 30,000 دقيقة، عدد 30,000 مشاهدة ب 30,000 دقيقة. بمعنى لو انت مثلا مشغل فيديو او حد مشغل فيديو عندك واتفرج على الفيديو 59 ثانية فهو كده المشاهدة دي ما اتحسبتش، لازم يكسر حاجز الدقيقة عشان المشاهدة دي تتحسب. كده خلصنا الشرط التاني، نيجي بقى على الشرط التالت وده مهم جدا، الستاندرد بتاعت فيسبوك والبوليسيز بتاعته دي مهمة جدا، لان احنا الكونتنت بتاعنا لازم يبقى معانا الرايتس بتاعته، ما نكونش واخدين كونتنت مثلا محتوى بتاع حد تاني سواء مرئي او سمعي، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد عن القنوات والاغاني والتفاصيل دي عشان خاطر الاوبشن التالت ده فعلا رخم جدا وناس كتير جدا بتعاني منه، وفي صفح كتير بتترفض وناس كتير بتقدم طعم بسبب الشرط التالت ده، هو شرط رخم شوية. عايز اقول لكم كان في شرط رابع زمان فيسبوك كان حاطه اللي هو المدينة، كان في مدن او بلاد معينة فيسبوك فاتح عندها
الاد بريكس. دلوقتي انا شايف ان كله دلوقتي مفيش الشرط ده مش موجود في اي بلد، تقدر تدخل على الاد بريكس وتفعل الخدمة دي على اي فيديو. الاول كان في بلاد معينة وبالذات في الشرق الاوسط، كانت مصر من ضمن البلاد اللي لسه الاوبشن ده او الاد بريكس لسه ما اتفعلتش عندها. زي ما وريتكم الشروط بقت اسهل بكتير جدا عن الايام اللي قبل كده. فيسبوك الاول كان حاطط شروط رخمه او شروط صعبه شويه، كان مختار كام بلد بس في الشرق الاوسط هي بس اللي فيها الخدمه، كان مصر بره الموضوع ده وكام بلد تانيين. فاعتقادي فيسبوك عاوز يجذب اكبر قدر ممكن من صناع المحتوى او اكبر عدد من صانعين المحتوى في الشرق الاوسط وفي العالم. فيسبوك بيقدم تسهيلات كبيره جدا في الشروط اللي تفعل الاعلانات على الفيديوهات بتاعتك عشان يشجعك ان انت تشتغل وترفع فيديوهات و تحمل محتوى كبير جدا عنده على فيسبوك. دلوقتي احنا في المرحله الاخيره بعد الموافقه، زي ما وريتكم في السكرين الشروط اللي احنا عملناها والابلكيشن اللي احنا مليناه. فيسبوك بيدخل يراجع صفحتك، بيشوف الكواليتي بتاع الصفحه بتاعتك، بيشوف بوستاتك ايه، بيشوف هل انت مثلا بتحرض على العنصريه، بتحرض على التميز، وشويه جايد لاينز الفيسبوك ملتزم بيها وشروط الفيسبوك ملتزم بيها ولازم احنا كمان نلتزم بيها. لما بليك انت محقق الشروط وملتزم وصفحتك كويسه، ان شاء الله الرد بتاعه بالموافقه بيجي. الرد بيجي لك على الايميل وبيطلب منك تحط بيانات معينه، هتدخل بياناتك الشخصيه، عنوانك، اسمك كامل، ورقم تليفونك وايميلك. وبعد كده في اخر نقطه هيطلب منك طريقه الدفع المناسبه ليك، سواء كانت عن طريق حساب بنكي او باي بال. لو انت ما عندكش حساب بنكي فهتضطر تستخدم باي بال. ولحد دلوقتي الرؤيه ما بانتش وما وضحتش بخصوص ان فيسبوك هيتعامل مع ويسترن يونيون ويبعت الدفعات الخاصه بصانعين المحتوى زي اليوتيوب ولا لا، بس الايام اللي جايه واضح ان هيبقى فيه تعاقدات كتير وفيه حاجات كتير. مثلا انت عندك ان الفيسبوك دلوقتي انت تقدر من الربح اللي هيجيلك من الفيديوهات تدفع الفاتوره الاعلانيه اللي عليه من خلال الربح ده، وجايز جدا فيسبوك يديلك ارباحك على هيئه العمله الجديده اللي هم لسه هيعملوها. وبكده شرحت لكم ازاي نجهز الصفحه بتاعتنا ان هي تستقبل اعلانات وفواصل اعلانيه على الفيديوهات، وتقدر تتوكلوا على الله تبداوا من دلوقتي تعملوا كده وتجهزوا الصفحه وتصوروا فيديوهات وترفعوها، ولازم تصبروا لحد ما المشاهدات عندكم تكتر. في ناس بتفضل شغالة بالسنة وبالسنتين لحد ما يدخل لها مصدر ربح ممتاز جدا من اليوتيوب، ونفس القصة على فيسبوك. ونصيحة برضو حابب اوجهها لليوتيوبرز، خد المحتوى القديم بتاعك وارفعه على فيسبوك، جهز الصفحة بتاعتك وارفع المحتوى القديم، والمحتوى الجديد ارفع المحتوى برضو على اليوتيوب وارفع المحتوى على فيسبوك. كده دخلك مصدر ربح من فيسبوك ومصدر ربح من اليوتيوب، انت مش هتخسر حاجة، كده كده انت المحتوى موجود عندك. وبكده يا محترمين انا خلصت. واخر حاجة حابب اوضحها لكم ان احنا هنعمل فيديوهات تانية هنتكلم فيها بشكل اكبر وهنتعمق بشكل اكبر في ازاي نحقق الربح، وايه الافكار اللي ممكن نعملها، وايه الخدمات او ايه الكونتنت او المحتوى اللي نقدر نقدمه للناس، وكمان اقول لكم على طريقة المحاسبة وايه بالظبط اللي بناخده من فيسبوك والنسبة بتتحسب ازاي. اشوفكم تاني.